دلوقتي بقى هنعمل التمر هندي. تمر هندي بيتباع في قوالب، يعني القالب مثلا بيبقى 400 جرام، بيبقى نص كيلو على حسب، في حاجات بتبقى اقل من كده. قالب كده هناخد قالب ربع كيلو خلاص، او لو عندي القالب الكبير اللي هو نص كيلو هنقوم قاسمينه بالنص. طبعا الكميات انتوا حرين تضعفوها تقللوها براحتكم خالص، بس المهم ان احنا ماشيين على نفس الخطوات اللي احنا ماشيين عليها. الخروب والدوم لازم نكرمله السكر خلاص، يبقى الخروب والدوم من الحاجات اللي احنا هنكرمل لها السكر، وبعد ما نكرمل السكر هنحط الخروب او الدوم، وبعد كده نحط لهم 3 لتر من الميه خلاص، وهسيبهم يغلوا زي ما انتم شايفين. طب التمر هندي، التمر هندي بيبقى بالشكل ده بس بيبقى قوالب، انا فكاها يعني القوالب دي تمام اهي بالشكل ده كده خلاص. وبعد بقى هقوم عاملاها يعني مقطعاها بالشكل ده، هقوم نقعاها في ميه تمام. هنقعها في ميه كام ساعة. بعد ما هنقعها في ميه كام ساعة، ويفضل تبقى ميه مغلية عشان تتنقع حلو وتنزل كل الحاجات اللي فيها، بعد كده هلاقيها طريت، يعني هلاقي ان قشر ده بقى طري جدا خلاص. بعد ما هلاقي التمر عندي طري ونزل كل اللي فيه، هقوم حطاه في الميه وهحط عليه السكر. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه وبعدين نشتغل فيها مع بعض. ربع كيلو من التمر الهندي هحط عليه 2 لتر ميه، وهحط عليه 1.5 كوباية من السكر. السكر تقدروا تزودوا تقدروا تقللوا على حسب الرغبة، بس ده السكر المظبوط اللي انا بقول لكم عليه. حابين سكركم يبقى زيادة، حابين اقل براحتكم خالص. ربع كيلو من التمر الهندي، 2 لتر مية، وكوباية ونص من السكر. خلاص مقاديرنا زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. هجيب بس حلة وناخد ريم. ازيك يا ريم؟ ريم ازيك؟ اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. ايه الاخبار؟ انا بحبك جدا، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه حبيبتي، وحضرتك طيبه، تسلميلي. اتفضلي. لو سمحت ممكن اعمل سلطه الدسكوشه؟ حاضر، عينيا هنزلها لك كمان حالا. حاضر يا حبيبتي، ممكن نحضر البسبوسة بعد إذنكم. هجيب حلة عندي فاضية، بعد ما هنقع التمر عندي زي ما اتفقنا هنقعه، هتبقى المية دي كلها لونها غامق، لونها بني كده شوية غامق خلاص. أنا طبعا ده لسه ملحقش يتنقع، بس أنا هعتبر إن هو اتنقع وهبدأ أحطه في الحلة بالمية بتاعته بكل حاجة فيه خلاص. هحط عليه 1.5 كوباية من السكر، ده معيار نص، يبقى هحط 2 كمان اهو خلاص. وهحط حوالي 2 لتر من المية، انا شوية في شوية مية اهو، هزود عليهم بقية المية التانية وهسيبه يغلي برضو على النار، يطلع كل النكهة والحاجات اللي فيه. على فكرة بقى في ناس كتير بلاقيها ما بتعرفش طعم اصلا التمر الهندي الاساسي، وفي ناس ما بتعرفش طعم الخروب الاساسي. الحاجات الباودر دي بتبقى طعم تاني خالص يا جماعه، يعني بجد والله في ناس بشوفها بجد يعني لما بتدوق الحاجات دي طبيعيه، العصائر دي طبيعيه من غير اي مواد حافظه ولا باودر ولا الكلام ده كله، ما بتبقاش عارفه اصلا هو ده ايه، يعني بيبقى طعمه مختلف تماما، فرق شاسع، يعني هتحسوا انتوا بتشربوا حاجه تانيه خالص، طعم تحفه يعني سبحان الله. فعلا فيهم طعم كده مميز تماما عن الباودر والحاجات اللي احنا بنجيبها اللي فيها المواد الحافظه. فجربوها بالطريقه الطبيعيه، على فكره اوفر لو عملتوها في البيت. لو جبتوا نص كيلو من كل نوع وعملتوه خزنتوه في اكياس، كل كيس لتر كده، وحطيتوه في الفريزر وطلعتوا الكيس وهو مجمد كده يفك قبل الفطار، هيبقى في منتهى الجمال. انا فعلا بعمل كده برتاح رمضان كله. الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تخزن عشان نبقى متفقين العرقسوس، وهقول لكم ليه ما نيجي نشتغل فيه. العرقسوس الحاجه الوحيده اللي يعني بتحمض وبتبوظ وما بينفعش تخزن، هي والصوبيا الفريش، عشان كده هعمل لكم بديل للصوبيا الفريش، الصوبيا الباودر خلاص. طيب عندي هنا الكركديه، الخروب، التمر، كل ده هسيبه يغلي على النار ينزل كل حاجه فيه او كل الطعم اللي فيه.